السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا ومرحبا بكم متابعينا قبل ان ابدا من فضلك اشترك في القناه بالضغط على زر الاشتراك اسفل الفيديو ومن فضلك قم بتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديد وحصري من قناتنا نقدم لكم اسعار بورصه الدواجن اليوم الاثنين 16 مارس 2020 تابع معنا الفيديو للنهايه اولا بالنسبه لاسعار اللحم سعر كيلو الفراخ الابيض 27 جنيه سعر كيلو مهات الابيض 22 جنيه سعر كيلو الفراخ الساسو خمسة وثلاثين جنيه. سعر كيلو الفراخ البلدي ثمانية وثلاثين جنيه. بالنسبة لأسعار البط، سعر كيلو البط البلدي ستين جنيه. سعر كيلو البط المسكوفي ثلاثة واربعين جنيه. سعر كيلو البط الفرنساوي خمسة وثلاثين جنيه. سعر كيلو البط المولار أربعين جنيه. بالنسبة لأسعار الكتاكيت، سعر الكتكوت الأبيض من احداشر جنيه أربعة عشر جنيه. سعر الكتكوت الساسو من ثمانية جنيه لعشرة جنيه. سعر الكتكوت البلدي من خمسة جنيه لسبعة جنيه بالنسبة لأسعار البيض كرتونة البيض الأبيض تمانية وعشرين جنيه كرتونة البيض الأحمر تسعة وعشرين جنيه كرتونة البيض البلدي أربعة وثلاثين جنيه بالنسبة لأسعار كتاكيت السمان في النهاية بشكركم لحسن المتابعة لو عجبك الفيديو دوس لايك وما تنساش تشترك في القناة وفعل الجرس حتى يصلك كل جديد وحصري من قناتنا شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته